things for you. Thank you.
حالات الملعب كوش والانتقال الشخصي وعلى النيول اللي البحرينيه فيها خمسه. بون قبل ما نحكي نحب نحط المباراه في اطارها، تعرف فريمون حضرنا المباراه دون لا دولور، خاطر هزيمه كانت قاسيه وقاسيه جدا في المتلوي، معناتها رولاتيفمون الفيزيونومي نتاع المباراه حتى النقطة كانت ما ترضيناش برشا في المتلوي، فما بالك معناتها ننقادوا الى هزيمة. على كل هزيمة داخلة في قانون الكرة، عرفنا كيفاش نتعاملوا معها، حضرنا المباراة كما قلت لك كان المستوى الذهني كان فما شوية شد ذهني، لكن مع ذلك عملنا أونتام دو ماتش باهية برشا، شفنا يعني تقريبا 15 دقيقة الأولى ولا 20 دقيقة الأولى، كنا دومينينا دريسفيكسي أون لابريسي في المناطق نتاعو، لزيناه باش يقوم بالأخطاء، لكن أنا حسب رأيي فما دو فاكتور اليوم اللي قلقوا سواء دريسفيكسي ولا الملعب التونسي، اللي هي حالة الملعب اللي نتمنى إن شاء الله تتحسن في أقرب وقت، وعامل الريح خاطر من بعد براتيكمون ولات مباراة نتاع دوزيام بال اللي خذتها علينا النادي الريسفيرسي والكرة الثابتة. الحمد لله عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الكرة الثابتة خاطر من نقاط قوة الملعب التونسي الحاجات هذه، لأنه عنده لاعبين نون سيلمون على مستوى القامة، يعني عندهم طول القامة لكن يضربوا مليح زادة بالرأس، عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الكرة الثابتة نتاعو. في الشوط الثاني تعرف الريح كان ضدنا، اخترنا زون معينه نتاع ريكوبيراسيون دبال على مستوى وسط الميدان، وشفنا يعني نادي الرياضي السفيرسي باستثناء الكره الثابته ما خلقش كره صوالحه، نام حتى في المومون فورم نتاعو، جات كره ثابته سجلت. نحب نشكر برشا قيس العمدوني عمل مباراه كبيره اليوم، لكن الفو لو كومبروندر كان بعيد شويه على الكومبيتيسيون، بتاتر فما ناس تلوم قيس، لكن انا نزيد نشجعه نقول له راك في ثنيه صحيحه، والحارس تعرف كما قلت بعد على الكومبيتيسيون منتظر انه يكون باخطاء بالرغم انه حذرناه، لكن كان في فترات اخرى كان حاسم يعني قيس العمدوني. عدينا بليز او موان باساج فيد بعد ما قبلنا الهدف، مسنا خاصه على المستوى الذهني، لكن نحب نشكر برشا اللاعبين على الرياكسيون خاصه في ال 15 دقيقه الاخيره، شفنا ونا دوميني نادي الرياكسيون حطيناه في مناطق وجات فرص عن طريق كره ثابته ولا سير ديز اكسيون جو، في الاخر جات ضربه جزاء اللي اعتقد يعني توجد المجهود الكبير اللي قاموا به اللاعبين سواء في المباراة الأولى ولا في المباراة الثانية، نقطة أبروندر، لكن فما برشا حاجات أكيد للمراجعة، لازمنا نزيدوا ونخدموا أكثر سواء على المستوى الفردي والمستوى الجماعي سواء لاعبين ولا إطار فني، وظهرت لي بطبيعة بعض النقائص، تعرف عندنا أن فافور احنا نتاع تروا ريكريتمون دو بلوس، إن شاء الله بنشوفوا مع رئيس النادي كيفاش سي دو رونفورسي معناتها لي إفكتيف خاصة على مستوى الميدان وعلى مستوى الهجوم، بيان كو خذينا جاك بيسان اللي مازال على المستوى البدني ما جاهز 100%، ان شاء الله انطلاقا من مباراه نادي الافريقي يكون موجود بور تروفي ليكيليبر وباش تصير يعني ليزوتوماتيزم يتحسنوا اكثر، لكن انا متاكد بالنقطه هذه باش تعطينا اكثر يعني دفع معنوي، باش تخلي اللاعبين يتحرروا اكثر اللي نوعد به ديما. نحب نطمن الملعب جمهور الملعب التونسي انه الفريق ان شاء الله في المستقبل القريب باش يكون خير برشا من الحاضر نتاعو، وفي اخر العام بحول الله لوبجيكتيف تراسير انا اون لي تاندر، انا جو سي با انكي، عرفنا تو النقائص نتاعنا سواء على مستوى العمل او على مستوى الانتدابات، ان شاء الله نداركوا الشيء هذا في الفتره القادمه ان شاء الله. اليوم انت قائد فريق الملعب التونسي في مباراه الملعب التونسي ونادي ابي سبيرسي، زاد انت اليوم ركز في محور الدفاع، تنجم تحكي لنا شويه على النقائص اللي لقيتوها في محور الدفاع واللي خلت لنا الملعب التونسي تعمل نيول في اخر دقيقه، والخساره اللي كنت في المتلوي اللي فات سنين بلاش. معناها الثلاثه اهداف هذو كيفاش صاروا؟ شنو هو المشكل اللي خلى الملعب التونسي يقبل ثلاثه اهداف في زوج مباريات؟ عملنا ماتش باهي كونتر المتلوي. ميتون الاول نورمالمون كنا يلزمنا نماركيو 3 بيوت نبداو رابحين 3 بلاش، متلوي تماركي لها غادي تعطيها سكور، مع كامل احتراماتي للمتلوي جمعيه محترمه جمعيه باهي. تبقينا دوزيام ميتون بعد الكوفرون اللي تماركيت قدمنا احنا باش نعدلوا باللي كونتر اتاك، هذاك هو معناتها سوا تعدل سوا تخسر، ما كانوش فما ديزاتاك بلاسي اللي الادفرسير قلقنا بهم، هذا كونتر المتلوي. اليوم كونتر سي اس اس كنا جايين اليوم باش نعملوا رياكسيون باش نفرحوا الببليك نتاعنا اللي جاء، بالمناسبه نشكر الجمهور الغفير اللي جاء اليوم. الميتون الاول سي اس اس معروفه بالاتاك بلاسي نتاعها، ما فما حتى فرصه خلقت على تاك بلاسي، يعني عندنا ايكيب واقفه مليح في التيران. من بعد نحكيو على لي كوفرون اللي جاوهم،
هذوكم بوتيتر اللي جابوا لهم شويه فرص كيما الكفران اللي تماركيت. ابار سا لان بوان اللي جبناها اليوم مهمه، يلزمنا بيان سور يلزمنا نراجعوا رواحنا، يلزمنا نخدموا على رواحنا، برشا حاجات يلزمنا نصلحوهم. هذيك حاجه ما فيهاش كلام، لكن لان بوان اللي جات اليوم راهي مهمه برشا. وموا توا بدينا الماركيو، بدينا نحسبوا توا ساتونيزيان ان بوان، ان شاء الله ديما كل ماتش وحنا نقدموا لقدام ان بوان تروا بوان لازم معناتها بوان، سيرتو كونتر الجمعيات كونتر كيمي الجمعيات الكبار هي اللي زادفرسير كل كيف كيف، لكن راهو في الاخر راهو كل نقطه بحسابها. وسيرتو ديبي دي سيزون فما برشا حاجات اريكتيفي وصلحها بشوي. انا اليوم ريت برشا جرينتا من الاولاد، خاصين واحد بلاش مالغريسا لعبنا وصلنا ل 18 متر نتاع الادفيرسير وجبنا بينالتي وعدلنا، وكنا حتى نجم نكملوا ثاني بون الاربيتر زفر فوت جو كروا نعرفش، اما جروسو مودو فما حاجات نصلحوهم. ان بوان كوميم ماهيش باهي لكن ماهيش خايبه زاده، توا يلزمنا نغزر القدام، عندنا ماتش نهار الجمعه ان شاء الله يلزمنا نركزوا 100%.